اسمه المرأة علاش كتثابت ولا في غير هضرة. هاي 40 درهم. واش راكم ديرو؟ يا قلت لكم ما كاش اللعب حتى تكملوا خرايطكم. جيب هنا هكذا مليح. هيا رقد. عم تروح مع خويا، واش رايك؟ فواش؟ لا أب حنين، لا لبسة كيما الناس، بزيادة ما نخلونا نلعبو لا في الدار ولا برا، تحسب رانا في حبس. طرق نكبرو خويا ونخدمو ونعيشو كيما نحبو. هي وقتاش يجي هذا الوقت؟ راني متمنيه، مين نقولو إن شاء الله. ان شاء الله اخويا. صباح الخير اخويا. صباح الخير اخويا. حمزه. نعم يا ماما راني جاي. يغاول وقت المسيد. هكا ممتع مع هذاك الشهر. اقعد شرب قهوة. كاش حاجة ناكلوها مع القهوة؟ ها هو الخبز. الخبز؟ كل يوم الخبز؟ تشرب وش بيك؟ ايه شرب؟ ما قدرتش نشرب. وعلى وش بيك؟ راك مريض؟ لا لا مانيش مريض. ايه وش خصك؟ ما عنديش كتبات اقراها. وش عليها؟ ومن بعد نبعث حمزة عند جدك يجيب لنا دراهم. عبد الرحمن اشرب دروك يا اخي، انا حليناها خلاص. نوصيكم حاجة يا ولادي، لازم تقراو باش تأمنوا المستقبل ديالكم. السلام عليكم. سلام على سلامتك. هذا وين راك جاي؟ صباح ورين عيطتي، وين كنتي؟ انا راني غير في الدار كاع ما خرجتش. صح يما راه هنا تحوس على زهور. تفضل راهي لداخل. شوشو تاع يما. مال عزيزه واش راكي؟ الحمد لله راني لاباس. لاباس لك هذه الفاتورة. هذه علاش تعطيها لي ليانا؟ باش تخلصي الضو. وعلاش ما تخلصهاش انت؟ عمرك يعرف والله ما عندي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله.
هاك وليتي روح خلص الضوء وما تنساش قول لخوك عبد الله يجوز ليا يعطيني شويه دراهم. صح على خير. استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله. تحرش على روحك شوي مش يحتاج تمشي ولا والله امني والله لا بغيت نعرضك هالديانة عيط لك تليفون طافي ولا مش عارف اش حمزه صافا ليش عندك عقلية صعبة؟ شو باغي دير؟ مكانش حل واحد اخر. سامحني غير اختي، الطريق عم تخرش، غير تشكل باطل. انت تبلك. كل واحد كتبلى. نصيرة، تفضلي. مساء الخير مليكة. مساء الخير اختي. وش رايك؟ الحمد لله الحمد لله. لك سناء. سناء صافا راه بخير. تلاقيت مع سعيد وقال لي بلي خالتي الزهور سحقتني. راهي في السنة قاعدة تفضلي لعندها. يزيد فضلك. صحة. بس الخير خالتي الزهور. وش راكي؟ تلاقيت مع وليدك سعيد وقال لي بلي حوستي عليا. سعيد وقيل هبل. انا سحقيت راجلك ما سحقيتكش انتي. لا علينا. وش عم ولادك؟ فريس نكب يسلموا عليك. انتي وش راكي؟ صحتك مليحة؟ الحمد لله. ودق وقتاش تفهموا رواحكم وتجوب لما نعيط لكم؟ بصح راني نجي كل مره نجي نشوفك. بكاي من الهضره الزايده. فهمي راجلك بلي اليوم رانا اربعه في الشهر يا لله. فهمتي؟ صح راني نقول معلوم دراهم وليدي العزيز وين رايحين؟ في الشيفون في الحلايس اللي ما فيهم حتى فلده. هني روحك هادو ماشي وليدك اللي شاهم لي. هذا كلش مخير بابا ربي يخليه لي. يحب يقول وليدي راه خدام عند سي باباك وعندك انتيا ياك. انا مانيش نقول فيه هاد الكلام. كل ما نجي تسمعيني كلام ما بقاتش هضره معاك. مشي بسلامه. شبيك نصيرة؟ لا ما كاين والو. واش تعبك؟ هيا على خير. Thank you.
نعم بابا. شوف هاك هذا الدار اديهم لجدك وبالك تبحروا لك. نعم بابا. بدون دقة؟ ظرف هيا صح. السلام عليكم. سعيد مرحبا. ريح ريح نلعبوا شويه دومي ريح. استغفر الله. ريح واش بيك هكذا ريح؟ ما تجيش باش نريح. راني مزروب شويه. واش كاين؟ كش ما تحتاج؟ كش ما نحتاج؟ يما ما احتاجت لك. على جال الدراهم راني بعتهم مع حمزه هذا وين؟ ماشي الدراهم. مالا وشنو؟ يا مرتك. مرتي واش كاين ثاني؟ واش كاين؟ كي رحت نشوف يما لقيت مرتك خارجه من عندها. كي دخلت سقسيتها قلت لها واش بيك؟ قلت لها هذا وين كانت؟ شتمتني وسبتني و حكيت لها صراحة. ما تقلقش ريح لي في الحانوت انا نعرف واش ندير معاك. فهمت؟ ما تقلقش هذا ما تعرفه. ريح ريح ريح. دومين تلعب يا حبابك واش ندير معاك الدنيا؟ نضربك نسبك نحاولك لداركم واش ندير معاك؟ واش بيك يا راجل واش بيك تسوق؟ وليتي مرا وتسبي يما؟ أنا يا؟ أنا دمتي يما ولا سبيتها؟ تسمى ما سبيتيهاش؟ أنا عيط لي جا تلاقيت مع أخوك وقال لي يما سحقاتك رحت نشوفها ومن بعد سبيتيها؟ سبيتهاش انا نقول لك ما سبيتهاش هي اللي يعني دخلت لي في كلام اللي ما عنده حتى معنى. بعدك تزيدي حقار حقار. المهم مدام قلت لك هذا هو الموديل اللي قلت لك عليه حاجه شابه. وين نشوف؟ شابة روعة الحقيقة. ما عندي ما نقول عندنا هذه وعندي ديموتر موديل ثاني كاين. بون عندي واحدة ثانية شابة بزاف. نوريها لك نوريها. ايه ماذا بيا وريني نشوفها. شوفي تفضل يا مرام. حاجة شابة بزاف. شابة هذه تهبل خويا تهبل. شوف سعيد شوف راكي رافدة معاك الدراهم ولا راكي غير قاعدة تهب تهب تهب؟ سعيد من فضلك خرج برا ودروك نجي. خويا خليها لي بجي ان شاء الله. راح نخرج نتفاهم مع راجلي ياك وان شاء الله نرجع ان شاء الله. مدام مرحبا بك في كل وقت. بارك الله فيك. صحيح. مع السلامه. شوف سعيد دراهم لازم تدبر عليهم من السماء ولا من الارض. وهاد السمانه نقبل لا باغيغ تكون عندي. مال حسابك انت يا نبيع الطوموبيل؟ ماشي شغلي. شغلك دبر راسك. شوف مع يماك ولا شوف مع خوتك ولا راك حابني حتى نفهمك انا كيفاش دير. يا اخي يا اخي يما مازال ما يوجد العشاء. او جدا كلاس جيعان بزاف. خلاص حاولك. عبد الله هذا واش هو يدير؟ عبد الله. نعم. اروح تعشى. Thank you.
ولا ما حبيش تاكل. واش ناكل؟ ناكل هذا الروز. واش به الروز؟ ولا هذا البيضات اللي ما يكفوش واحد. خربي كاين ناس ما صابوش ياكلوهم. تعرفي واش ندير؟ نروح نبدل حوايجي ونروح عندي يما نتعشى. سلامة. ما تنساش تسلم عليها. كلو كلو هو عنده الدراهم ولا ما راحش ياكل عندي ما ياكل في الغيستو ما تخموش. طريق السد ديما ترد ان شاء الله. هذه ماكله بالطبع يا يما. بصحتك يا وليدي. شفتوا الماكله نتاع شعال بنينه؟ برك ما عنديش الزهر. مشي كيما المرا نتاعي ما تعرف لا تطيب لا تغسل. نسيت اخر الزمان واش تحب. شوفي يما انا نجيب لي ربي نجيب امراه واحده اخرى. وعلاش لا؟ اذا كان عارف روحك تستراح غير بدل المراح يا وليدي. الله يعيشك يا يما. تفضلي. صحة خويا. يعطيك الصحة. راك غير تزيد تطول. غير تزيد نطول ياك قول الله يبارك. راك داخل غير لابيسين. غير لابيسين. والله غير لابيسين كاينة. بصح باباهم ما يحبش يخليهم. هذه هي كيما يقولوا كوردوني وصباط مقطع. هاي خويا نخلوك تخدم. الله يعاونك. حافظك بسلامة صايت. مرت خويا واش راكي؟ واش راني؟ ها واش راني؟ وها واش راهم ولادي؟ واش نزيد لك فوق هاد الشيء كامل؟ أنا كنت تاخذي رأيي تخلي له الدار والدراري باش حق يعرف المسؤولية نتاعو. على بالك لو كان ماشي ولادي دقيقة ما نقعد معاه في الدار. ولو كان تخليني نهضر معاه بالك ربي يهديه ماشي خير؟ لبا يديروا فينا خير مزية قينونا خلونا ترونكيل وين خلونا الدار. مشي يما مشي يا باتل. انت ما عندكش؟ انا ما عنديش. تعطينا الدراهم نروحو نشرب. الدراهم اللي كانوا شيتهم دخان. حسن النظر وك. هاي ها راهي طفلة هاودة. واش رايكم؟ نديرو لها العفسة؟ هاي جماعة هاي. قرايا وقيلا واه ريحي كيما راكي واعطيني كاع شارع طلقي طلقي طلقي. شوفي روح زيدي سوق عندي اجري حرزي نشوفك هنا عليك. واش خويا سعيد كاش ما يخصك؟ لا باس الحمد لله. واش غير الخير؟ شويه راني مزير راني فهمتك راني فهمتك.
زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يكفوا هذم؟ لا كتر خيرك. هاي لا لا بس الحمد لله ربي يخلفوا منك إن شاء الله. بلا مزية بلا مزية على خير. هاي بسلامة أخويا بسلامة بيجي بخير إن شاء الله بسلامة. والله ماني عارف واش راه يدير بالدراهم هذا. بون شوف خويا جيت نكمل لك الدراهم هذيك الامانه اللي كتسالها لي. اه تفضل. بغيتي تخرجي الامانه تاعك؟ ايه بيان سور. راهم كاملين. راهم كاملين بربي شوف. بلا نعطيك الامانه تاعك. ها تفضلي معلم. شحال شابة شابة هادي؟ فوالا بسم الله. شحال شابة غادي كان صغيرو مني على بالك. خرجت عليك ربي باه. أروعة هايلة. الله يخليك مليت انا هذه القرايه ديجا مليت. هي صبر اسيدي هذه الكلمه الصبر من اللي كنت صغير وانا نسمع فيها. واش حبيت؟ هذه هي الدنيا لازم تصبر ولا خلاص دوكا كبرت. انا صابرين يا وليدي. دير في بالك غير قرايتكم اللي تنفعكم هكذا كي تكبروا تولوا تتكلوا على عمركم لا تتكلوا على حتى واحد. حط عليا داك الكتاب يا اخي دوك باش بدنا ديك اللي تنسي الهم. صح يمسك متويمين نادية مرحبا. يسلمك. عاش من شافك. واش راك؟ الحمد لله على حسب الشوفة. راك توحشني. علاش ما نتوحشكش؟ ربي يخليك. يتسمى غادي تبلع الحانوت وتديني نتعشى. فكرة نبلع الحانوت نروحو نحوسو ومن بعد نتعشى. ما غاديش تشدك على صوالحك. لا لا تفضلي تفضلي خدامي. مازال ما تعيا راه ظهري وجعني. خلاص هادي هي التالية. حمزة هيا راهي تعيط نروح نتعشى ومن بعد نكمل. يعطيك الصحة. كوني كوني. غمضي عينيك. ها يا سيدي راني غمضت. ما تفتحيش حتى نقول لك. ها غادي نفتح. مازال يا خوف راك. واحد زوج ثلاثة افتحي. واو اش هذا؟ هدية. هدية بمناسبة الخطوبة تاعنا. هذه هدية قبل الخطوبة. شحال شابة هاكا شوية ذهب خير خير من الورد. راك كثرت لي من الورد. عجباتك؟ بزاف الله هايله بزاف. الو شكون معايا؟ بابا انا نصيرة. نصيرة بنتي بخير يا بنتي بخير. قولي لي الاولاد واش راهم؟ عم يسلموا عليك.
الله يعطيهم الخير يا بنتي. بابا سحقت شوية دراهم. نعم يا ايه باش نشري صبابط للدراري. ما سبش كيفاش ندير بابا. معليش يا بنتي معليش. لا 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 على راسي وعينيا. هيا بقى على خير تهلا في روحك. بسلامة. نتباهى بكم. شوفوا انا لبيت لكم طلباتكم وانتوما تلبوا لي ماذا بيا طلب واحد. وشنو هو جدي؟ وشنو هو؟ الدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه. متفقين؟ ان شاء الله جدي. ان شاء الله ان شاء الله. هيا روحوا بكم. حمزه. نعم جدي. أنا راني عيان نروح للدار قريبا. هيا خالد. استنى 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 قريب نسيت. هادو أعطيهم اليمن. وسلم عليها بزاف بزاف. يبلغ إن شاء الله يسعد. الله خير وعافية. صحيح. صحيح. شابين هاي الدين. دانا ماشي سنة هاي قلنا خير واش تعبوك هي سنة عجبوك يعني. بصحتكم قطعوا وتزيدوا. إن شاء الله حقا. ألف الحمد. روحوا روحوا حوايجكم باش ما تمسخوش. خلينا نقعدوا بهم اليوم. مازال يا مات. إن شاء الله. خلاص. كيفاش كنت راح ندير له كماشي بابا؟ نحمدك ونشكرك يا ربي. عبد الله يما راهي مقرقجتني صباح عشيه في الليل. وقتاش هاد الزواج وقتاش هاد الزواج؟ والله ما نجمت عبد الله. ما تقلقيش روحك كل عطله فيها خير. لا راك خايف منها. جيني عندها نفريها معاها في رمشة عين. انت يا راكي يسمى بصح ما نعرف لا تشوفك ولا ما تشوفكش. شنو؟ واش راكي حابه اكثر من هكذا؟ انا بنت فاميليا بصح قولي لي وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ امراه مصوره مع راجل وراها المشكل. دخلتي اسمعي وليدي راجل واذا كان تصور مع هذه المراه عنده قصد الشريف. فهمتي ولا لا؟ لا ورا
يماكم. بدات حوايجها وراحت عند جدي. وكتاش راحت؟ مور العصر. يسمى خلاتكم وراحت. حنا نروحوا معاها واقيلا. واش؟ واقيلا انا اللي نوكلكم. ما خصناش غير الماكلة. واش خاصكم؟ خاصنا ناكلوا ونشربوا ونلعبوا ونحمسوا ونديروا كيما الناس. ايه زيد. عارفوا واش خاصنا؟ خاصنا كرامة اللي راك حرمنا منها. اللي بالك ربي راه يحرمك منها كي تكبر. تحضر يا وحدك. على كل حال نقول لكم مرحبا بكم. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا في المستوى المطلوب وان شاء الله نكونوا نساب طيبين عليكم. ان شاء الله ان شاء الله. هاي بنتي نصيره. مساء الخير عليكم. مساء الخير. نصيره هذه كما قلت لكم عزيزه عليا بزاف بزاف. الله يبارك. عاقله وكما كنت نقول ومتربيه متخلقه. مع الأسف كاين شي ناس. المهم واش رايك يا بنتي؟ يا ترى نقدروا نقراو الفاتحة؟ ودار كل حلم حلمت به في هذه الدنيا. بابا تزوج، يما تزوجت، ما قال حتى واحد في هذه الدنيا غير خويا عبد الرحمن. تكمي؟ لا 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 شد شد صاحبي شد باش تنسى شوية همومك. شد اكمل ديك شوية. هاك ايوة روح. انا فاتي صاحبي روح. وش من عدا اروح روح. يكولو حتى تبرد. هيا بسم الله. ما عليش وليدهم ما عليش. كول معليش. شابة الله يبارك. الله يسلمك. معلوم شابة عروستي مرأة ونص كيما وصيتك يا بنتي. ردي بالك على روحك وعلى رجلك. والرجال كامل يحبوا المرأة اللي تقوم بروحها. ما ديريش كيما هذيك البرجوازية. ما تسلمش. واش راكي ماني؟ سلم على طاطك نادية. انا ما عندي وين نعرفها باش نسلم عليها. ما تحشمش. هذه تربيتي ماكم معلوم. امشي عليا خرج امشي. ماني احنا من لحمك ودمك بصح هي ما عندها مين تجيك. دير رايك دروك. هي ما قد ندخل للدار وتشوف شا غادي ندير فيك. الحمد لله يا ربي. شبحتو؟ ايه الحمد لله. المهم اني باغي نقول لكم حاجه. الرقاد والخروج والدخول كل شيء بوقته في هذا الدار. فهمتوا؟ ماني
على حساب الشوفة ما غاديش يطول هذا في هذا الدار. هيا مشي لبيتك. صح. باين سقسيك جبني خدامة انا عند ولادك نطيب نغسل نغسل لهم قشهم بزاف. شوفي حوايجهم يغسلوهم وحدهم، اما الماكله راهي طيب طيب ولا لا؟ لا ما تفهمناش هكا، يلينا تشوف حل ولادك بزاف والله العظيم. حمزه. نعم. باباك ما راه يقول لك والو كي راك تقعد برا؟ بابا بابا من نهار اللي دار المراه جديده ما حوس عليا لا انا لا خويا عبد الرحمن. قاع كيف كيف خويا العزيز، قاع كيف كيف، هذه هي دارنا. قلقش روحك قاع، رانا قاع خوتك هنا. انا قاع خوتك صاحبي. زيد زيد. شد شد. مشي هذاك اللي قايسنا ديك النهار بالحجر وهرب. هذا هو. والله غير هو. تشويش مرت باباه وباباه، وانا راني متاكده رايح يلقى عندك السعاده التامه. انا معاك، انا معاك يا دكتور، بصح باباه انسان خشين وما يفهمش في هذه القضايا هذه، ما عندوش حتى استغفر الله الانسانيه. ما نقدرش ما نقدرش، مانيش عارف لا القانون ولا العادات ولا انا نسمح لك باش تدي وليدي. انا ما رانيش نتكلم لك عن القانون، راني نتكلم لك على ولاد بنتي، ولاد بنتي اللي واحد منهم مات بسبب الاهمال ديالك. نتكلم لك على بنتي اللي همرتها وبعتها على ولادها وهمشتها، وانا والله ما نسمح لك في وليدي، والله ما نسمح لك، على خاطر كاش ما تصير له حاجه لا قدر الله ما نسمح لكش عليها، ما نسمح لكش عليها. ما تنساش راك في داري، التزم حدودك. راني ملتزم حدودي عندك صغار. عبد الله عبد الله دوك نرجع نكملوا كلامنا. ايه روح روح شوف حدودك روح. وش كان انت راك تقلق في روحك؟ يا جاي دي وليد بنته. كيفاش خسرت وليدي الاول
حبيتي نزيد نخسر الثاني. كيت وحشة روح شوفه في المسيد، خليه يروح مع جدو. عبد الرحمن روح وجد حوايجك باش تروح مع جدك. روح يا وليدي روح روح. القانون والعادات والتقاليد ما سمحوا لكش باش وليدك يجي عند جدو، والمرة مرت باباهم سمحت لك. اروح اروح روح الباب كبني روح. واش بابا؟ شوف وليدي ما تنساش رجع لي الكعبة. جدي افتح. واش راك دير؟ جاي ما يسواش. اسمع ما تقولش هكذا على باباك، تأدب عيب. لا كم 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 هيا عبد الرحمن وليدي هيا جوز ابني جوز. تفضل. هيوا يا واشنو جدي عندك كونتر باس؟ ايه كونتر باس يا وليدي، هذه يا حبيبتي. وتحسب انت جدك في هذا الدار كامل عايش وحده، هاو عايش مع الكونتر باس، بصح هذه كبيره عليك ما تنساش. شوف شوف ليا دوك نعطيك وحده قدك، ها استنى تشوف. مؤثرة وحنينة، تفضل هذه ليك، حبك تعلم العزف عليها. أنا دائما دائما مع رفيق الدربي. Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله، راك تعزف كما ينبغي وتعرف تنقل من مقام الى مقام. برافو برافو. هذا كل شيء من فضلك يا جدي، الله يخلف عليك. الله يسلمك يا ابني، الله يسلمك. هذا الاجتهاد نتاعك انت كذلك، ربي يخليك يا ابني. انت اغلى واحد واعز واحد في هذه الدنيا. الله يسلمك، بارك الله فيك يا ابني، الله يعيشك الله يعيشك. بيسجيك يا بنتي، ربي يسجيك بيسجيك. نسيت الدواب. اه بنتي اه بنتي اه بيسجيك يا بنتي. هكذا ربي يسجيك يا بنتي. شو عليك؟ سي سبابة. ردي بالك ردي بالك، تظلمي واحد في الدنيا بنتي، تظلم واحد لا قاعدتيه تنسي. ربي سبحانه عمرها ما ينسى، عمرها ما ينسى ربي سبحانه. وشنو هاد الحرف؟ تليفون. اها اعطيني كلمه فيها الالف. اوتاون. جيد. وهذا وشنو؟ خاء. اعطيني كلمه واحده اخرى فيها الخاء. خير. جيد. وهذا وشنو؟ حاء. جيد. اعطيني كلمه فيها الحاء. حمزه. حمزه. ما مصورين انا ولا خويا. انتم في زوج ولادي ونحبكم في زوج كيف كيف. صاحبك كمال مازال ما جابش درامية؟ ما تقلقش. ما تقلقش ما تقلقش. شوف دورو 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 تجيو هنا عندي هنا تحت البطن. قلتلكش ما تقلقش منه. ما تقلقش عليه، هذا كيسهل لك راسك. الو. السلام عليكم. مساء النور. نعم. المدير في هذا الوقت مع شهنا. اليوم كامل مع شهنا، غدوه ان شاء الله. دي بينا بلي مرحبا. بينا بينا هضر معاه هضر معاه. شوفها شوفها. شكون؟ أردين. على بالك حيصل لك الهضرة هنا؟ على بالي بصح ما شي وقت دوكايا. كمل كمل.
صح ديالي. واش ديري في حياتك؟ خدامة في شركة هذه هي لافير. صح عبد الرحمن راه يتغيب بزاف على الدار. اي فكرتني في عبد الرحمن. يا ترى قولي لي كاش ما حضرتو في العرض؟ راه الوقت قريب. انا راني واجده بس عبد الرحمن مانيش عارف. اتصل به. اي اتصلي به اتصلي به. واش راك بابا؟ والله لا توحشتك. الحمد لله بنتي الحمد لله. تفهمي ولا ما تفهميش؟ قلت لك عندي مهمة نكملها ونبداو. ليلى ما رانيش مليح الور ما تزيدينيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي عبد الله. خالد كيراك داير؟ لا بس انت راك مليح رحمة ربي. وانت كيراك داير؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله على السلامة. والله لو كان تعرف بلي انا ولدك عبد الرحمن واش راني محضر لك واش يصرى فيك. واش راك؟ والله لا رحمه ربي عمي عبد الله. وانت كيراك داير؟ الحمد لله الحمد لله سيدي. يا درت سلعه تاع المره اللي فاتت؟ السلعه هي الحمد لله. وراني محتاج سلعه كيما هذيك. شوف عمي عبد الله انا الحاجه اللي نقدر عليها على العين والراس. نجيب لك حاجه تشربها؟ لا 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 عمي عبد الله راني شارب. جيت نشوفك برك. صح كيما تحب. الكلام انا نتاعك يا خالد. سي عبد الله انا ما جيتكش على جلد دراهم، جيت نشوفك برك. الخير كاين الحمد لله وهاك دراهمك. الله يكثر الخير. احسب دراهمك. ماشي حق عليك عمي عبد الله. بيني وبينك كاش حساب كاين ثقه. الله يعيشك الله يعيشك خالد. صحيح صحيح صحيح. انا نقول لك الله يعاونك والسلام عليكم. بسلامه بسلامه خالد. بسلامه مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله الله يعاونك. صحيح. واش راك ديري سامي؟ ايه يما راني ندير في لاصالات. ايه بنتي راهي ساجيه اليوم. إيما حبيت نقول لك حاجة. واش كاين؟ خير إن شاء الله. أنا تلاقيت مع واحد اليوم. وأخيرا أخيرا قلبي ارتاح. شوفي حطي كل شيء من يدك وروح احكي لي. خفي خفي خفي. يلا يلا عصام. واش كما؟ شفت هذا الطفل ما في نحكيك عليها؟ شكون سناء؟ واقيلا بديت نحبها. تما راك باغي تتزوج بها وتجيب ولاد هكا؟ بالك واقيلا ما نكذبش عليك. تتزوج بوحده عرفتها من نات؟ انت تحب من قلبك انت يا شو عصام؟ انت سقسيتني وانا قلت لك بالك هكذا مالا برك انا مسماطه ديالك. كمال يا قلت لي خدامة وعندها كونت في البنكة. خدامة وعندها كونت في البنكة هي دي هي اللي كنت تحوس عليها. ابدا خدمتك. صار عليك انا نهار الاول اللي شفتها فيه تمدي مارات الخدمة صاحبي. أو على وقت تجي.
راهي 10 و20 صح. واش ديتي له؟ قالت لي الغبرة. اسمع اسمع، روح عند مونتي الكراج ولا بعثني عبد الرحمن. ولا قول له خالد، يعرفوني باسم خالد. صافي تنهمش قلت السنه راهم راحوا يتعشوا عند خوالهم. شكون طيب العشاء؟ قول بسم الله. انت عند بالك انت جدتك الله يرحمها خلاتني قفة بلا يدين، عند بالك ما علمتنيش نطبخ؟ عارفك تقومها بصحتك. انت ثاني بصحتك. بسم الله. واش بيك عبد الله؟ اشرب قهوتك. حمزة مات. الله يرحمه. عبد الرحمن راح لي وانتي ما عودت لي حتى واحد. يا قاتلي الطبيبة، قضية وقت. وإذا ما صار والو؟ قطعت رحمة ربي. هيا صحاب، على ما نجيبوش ولدياتي ونربوه. وين ما نهضر معاه يلزق فيا، وين ما نهضر معاه. كيما قالت لكم الله يرحمها، يا اللي تولدي وتربي خافي معقوبة ربي. كلامك دواء الحاجة. كيفاش راكي دايرة مع عبد الرحمن ليلى؟ الحمد لله بصح راه مقلقني، خطر يكون مليح وخطر لا. على بالك وقل واقيلا فض ديالك يعاود الزواج. مكتوب خالتي مكتوب. انا كنت حابه نقعد مع ولادي وما كنتش حابه نكون ثقيله على نبابه، وعلى بالك كلام الناس ما يرحمش. صح. كي راكم دايرين مع الخدمه؟ والله غير انا مشكل مع الخدامه. يا هادو لي غريف، هادو لي زابسونس، هادو لي كونجي مالادي، ما عرفناش كي ندور. هادي هي الحياه المهنيه تاع الخدامه. واش باغي ديرها؟ اه باغي ديرها. اه واه دخلتوها غير خدمه خدمه. انا نوض خير. عطيتوها المهضرة وحنا نقارعو فيكم. لا لا كنا جايين دوك. نتوما تقلقتو. عرفتي عرفتي. الله يرضى عليك. الله يخليك. هذه المرة تالية، هذه المرة تالية ندوموندي فيها. حطني تحت رجليك معليش. المهم عطيني. قلت لكم الدور الدور نديو تحت صحباتك ولا لا؟ معليش هذه المرة تالية. روحي ما تجلسيش. معليش. هزو عليا. لا لا ما كان. هزو عليا ما تخليتوش. جيب لي دراهم. وشكون يضمن فيك؟ انا نضمن. انت تضمن فيك؟
ايه انا الضمي. ايه كوني معايا ما تقدريش ما نشوفش في عينيك. عينيك هي الدنيا ديالي. الجسم ديالي عندي بزاف كلام حاب نقوله لك. ايه نختصره لك في كلمه واحده على بالي حتوصل لك بس خارجه من قلبي. وش هي؟ شوفي في ساعة اللي طولت بزاف على الدار. سيدي قعدي شوية. لا لا لازم نروح، أنا نهضرو في الليل. استناك. خلاص هاي صاي. هاك الشاب كاش مخصك أنا هنا. كنت خايف بزاف. الو ايه واش رايك؟ صافا؟ صافا الحمد لله. توحشتك؟ توحشتيني؟ أنا تأنت وحشتك. واش شريت سلعة؟ عباكي صاحبي قال لي حتحبط في الصومالة وما حبيش نجيبها وريسكي بها. هاكي تعرفي. على كل حال كاش ما تحتاج قول لي أنا هنا. ما نحتاج حتى حاجة في الدنيا كي تكوني تيا معايا. أي خلاص هلا غير في روحك. أي بسلامة. مسا الخير. سلام. نعم واش خصك؟ نقولك حاجة. ايه الابتسامة تاعك نساتني كاع علاش جيت. واش خصك؟ كمال تحبي لها الدرجة؟ هو تعرفو ولي تحبيه تعطيه الدراهم بلا ما تعرفيه، بلا ما تعرفي مين با الشخصية نتاعو. شكون انت؟ ما يهمش شكون انا، اللي يهم السيد اللي ركيت تمشي معاه. كمال تعرفيه ولا ما تعرفيهش؟ والثقه اللي راكي دايرتها فيه تدخل في الراس. خمي شويه. روح دروك، مانيش حابه نجيب لك مشاكل مع صاحبك. المهم انا راني وصلتك عند الشيء اللي بغيتي تعرفني. بالعقل عليك. الله يسهل. راك هنا واحد الخداع. شكون قال لك ياني هنا؟ شكون اللي قال لك ياني هنا؟ شكون هادي؟ انا عرفهاش. قولي لها بلي درتها بيا وديتي دراهمي. قلت لك ما نعرفهاش. بصح شنو تقول؟
علاش تأمني فيها؟ قلت لك ما نعرفهاش. عندك بزاف لاكي معاه؟ لا ما عنديش بزاف. روحي وسلكي بروحك، هذا ديب ماشي بنادم. في الحقيقة راني راجع للخارج، ما نكذبش عليك سي عبد الله، ما قدرتش نعيش هنايا. راني نخمم نبيع السكنة وندي يما معايا للخارج. هكذا تكون حدايا وما تقلقش عليها. هكذا تكون الذرية الصالحة. انت سي عبد الله ما عندكش ولاد؟ ما رزقنيش ربي بيهم. شايف هذا الوجه؟ وش سكنة؟ دي حالي؟ وقيل لك حاب تشريه؟ إذا ساعدتني في السومة وعجبتني نشريها. أنا تحق من عندي نقولك راها ليك من دروك. مبروك علينا في زوج. أنا اسمح لي، كلام تاعك ما قنعنيش. أنا هنا أنا نقول لك سمحي لي، أنا درك راني خسرت بزاف دراهم معاه في السلعة اللي كنت نجيبها له رخيصة. ما كاش كيفاش، اللي قلي نكمل الشيء اللي كنت بعديه. وأنا ما نقدرش نعاونك في حاجة كما هذه، وما تخلينيش نشك مع من غادي نبني المستقبل نتاعي. صار كيما هكا؟ إيه صار كيما هكا. صحة. صحة يا لالا. بعد ما قلت لكم العقد كاش حاجه تضيفوها لي؟ لا يا طيب صح. سلام. تفضل. يا طيب صح تفضلي. تفضل. شكرا. شكرا. تقدر تخلصوا؟ هاي الأمانة تاعك. بسم الله. يعطيك الصحة. مبروك عليك الدار. الله يبارك فيك. بارك عليكم، ليكم في علمك بلي على شهرين إن شاء الله تسلم السكن تاعك. إن شاء الله. إن شاء الله. هاي الصحة. يعطيك الصحة. الله يعافيك. نادية عندي لك خبر مليح وخبر ماشي مليح. واش هو الخبر المليح؟ الخبر المليح بعت الدار وراح نشري وحدة كبيرة وشابة. والخبر اللي ماشي مليح؟ الخبر اللي ماشي مليح راح نبدل المرأة. واش راك تقول؟
هاني رايحه لدارنا. الله يستر، طريق راهي قدامك وراكي طارقه. قطرة الأضعى خضراء اللي بنت مليحة هايلة. يظهر لي الوقت عمي عبد الله، يلاه نروح نروحو. راح الحال هاي صحة محلي هي. بسم الله ما تتقلقش عمي عبد الله، كتب البصرة فيها بزاف سراقي وهنا قاعد يعرف. هاي صحة هي. بسم الله. السلام عليكم. يا راك شيخ راك مش رمي الولاد قريت عندك في سكولة. سامحني مانيش انا هو. سامحني مانيش انا شيخ. دراهم شابة. قديش عطيتي لحبيبك الدراهم؟ المبلغ مش كبير بس هذاك هو الشيء اللي عندي. ما يهمش تفضلي. شكرا. وحرزي روحك المره الجايه. صح. الحمد لله مادام جيت نحوس على خالد. شكون خالد؟ خالد وليدك يا مادام، حشيت عليه الدار وعطيت له دراهم يا مادام. تشوفو مادام تاني جيت بالكو اختي. وي وي مادام وراه خالد. تشوفو ديغاج جو فو بلو توا. ليلى مش عندي هضره معاك. يا الخير ما نهضروش هنا. سما درت لي في راسك. درت لي في راسي. انت واش دخلك؟ واش دخلني؟ نهار الاول نهار الاول فهمنا نكونوا يد وحده، ماشي كل واحد يدير اللي في راسه. سمعي سمعي انا ما تحكمش فيا مرا، ديريها مليح في راسك. ما تحكمش فيك مرا، تحكم فيك هادي. من وقتاش تعلمتي تفتشي لي في حوايجي؟ بدلت بزاف ما بقيتش نعيش معاك. ليلى ليلى هاك صحيح كش ما تحتاج راني هنا. وهاني سمع فيك وانت تانيك تخلي توصل هذا الشيء. شحال مخطره نقول لك رد بالك. شحال مخطره ها دوك. انا مريض وباغي تزيد تمرضني معاك. مالك ربي يكون معك اخويا عبد الله. ربي يكون معك. واش كاين سعيد؟ خويا عبد الله داروها بيه.
حتى ما داروها بيا. علا فهمني نفهم. بس 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 سكنة وسرقوا له الدراهم. مسكين شفت إيما تكون شي. الو نعم. الو عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن شكون؟ سناء. حبيت نسخسيك اللي سرقتو له دراهمو واسمو. ايه اسمو عبد الله. ايه واش عبد الله؟ ايه هذاك خو بابا عمي. حمزة خويا. ايه حمزة. سامحني يا خويا سامحني. وعلاش نسامحك؟ ما انت قمت لكش. وعلاش؟ ما قدرت نوصل حتى لواحد فيهم. وعلاش راك تحكي يا خويا؟ كيفاش تنتقم لي؟ اللي قتلني راه فيك انت، منو هو منك. كيفاش؟ ما فهمتكش. اللي قتلني غيمشي في عروقك. حمزة خويا. حمزة. حمزة. يا رب. استغفر الله استغفر الله. يا عبد الرحمن يا ابني، في هذه الدنيا أعزف على كل الأوتار وتنقل من مقام إلى مقام، وتر واحد ما تعزفش عليه وهو تر الحقد والخداع، ومقام واحد ما تتنقلش عليه وهو مقام البغض والكراهية والغل والانتقام والانتقام. شوف، هذو ما ناقصين من الحساب. ماذا بيا غدوة إن شاء الله ترد
الأمانة لمواليها، وهذا باباك يا بني، باباك، وانت من لحمه من صلبه ودمه، وإذا كان الناس سمحوا لك وفهموه ربي ما يسمح لكش، ربي ما يسمح لكش. على بالي يا بني، على بالي بلي عندك كية في قلبك من باباك، الله يسامحه، الله يسامحه، لكن باباك ما على بالوش بلي ليك والناس يجي نهار وين ما يصيبش الصبر الكية تروح. هاك تفضل، وكيما وصيتك، كيما وصيتك غدوة ان شاء الله رد الامانه لماليها. تفضل زيد فضلك، انني درت المهمه تاعي. يعطيك الصحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الرحمن. Thank you.
يتعافى إن شاء الله، يتعافى. أنا ربطتك. مادام ربطيني تقدر تروحي للدار. عبد الرحمن ما قدرش نخليك. ليلى، على بالي لو كانت تقعدي معايا رايح نفرد عليك باش ديري لي البرا. كما تبغي. سمعي، كما قلت لك ما تطوليش، روحي بالوقت ان شاء الله. عبد الرحمن نوض، سلك جوج سوايع على اللي قلت لي. حلي لي الكوده. استني البرا. عبد الرحمن تعب، قاعد يتعب منه راح. متى العرض نتاعنا؟ غدوة. سيداتي أوانسي سادتي، مساء الخير. راح نقدم لكم في هذه السهرة اللي راح تجمعنا مع بعض وإن شاء الله تكون ممتعة، عزف على آلتين، يعني حوار ما بين آلتين، آلة نفخ وهي كلارينات، وآلة وتر وهي كمانجا. من عزف أعز ما عندي في هذه الدنيا وهم أحفادي. عزف حوار ما بين ليلى وعبد الرحمن.
ذرية صالحة ما ينخافش عليها. جل شوية تاع غبرة ومازال قادرين يبيعوكم على جل فتاتة تاع غبرة. حتى خويا قتلوه واللي قتلوه ما كانوش في الوعي نتاعهم كيما انتوما. غير هذا يدير حاجة واحدة برك، يتاجر بيكم، يخدم بيكم، يدخل بيكم الدراهم. ما تخلصوها، تخلصوها كبيرة يا واد الكلاب. سيطر عليكم بالمخدرات اللي خلات كل واحد فيكم يولي حيوان ماشي بنادم. ما خرجوش
او مجاوري بالشوك راسي. على أوتار غير الأوتار وخرجوا على مقامات الحياة حتى من يندفعوا الثمن غالي تعرفوا على قيمته.